السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتجصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة تفصيل الفراشة، القندورة ديال الفراشة كيفاش كنفصلوها. هنا كي شفتوا في الدرس السابق، ها هو أنا حطيت الموديل هنايا باش نوريكم بالنسبة للناس اللي متابعين معايا. هنا كيفاش كان يعني التطبيق ديال العباية، ها هي هنايا كتشوفوا الدرس الخامس تطبيق العباية. من موراها إن شاء الله دابا غنشوفوا الفراشة ومن بعد نديروا كذلك التطبيق ديالها باش تعرفوا هكا كيفاش كتفصل على الثوب وكيفاش كنخيطوها. اذا هنا بالنسبه للفراشه، اول حاجه شحال غادي نحتاجوا ديال الثوب، شحال كنحتاجوا للموديل ديال الفراشه. الفراشه كنحتاجوا للثوب على حساب الطول ديالكم. مثلا انت عندك في الطول غديري في الطول الفراشه متر وعشرون، غضربيها في اثنان هي مترين واربعون، غتاخدي مترين واربعون ديال الثوب كافيه. غنوريكم كيفاش كنتنيو الثوب هنايا. مثلا هذا هو الثوب عندك، فيه هذا هو الطول مترين وربع واربعون اللي خرجت لك في الطول ديالك مترين واربعون. غادي نتنيوها على اثنان بحال هكا، هي هذه مترين واربعون الطول ديال الثوب، تنينا على اثنان ومن بعد كنتنيوها على أربعة بهذا الشكل هذا. يعني فهمتوا، كنتنيوها على اثنان وكنعاودو نتنيوها على أربعة، كتجينا بحال هذا الشكل. هنا من الجهه مفتوحه وهنا الجهه مسدوده. اذا اول حاجه غادي نديرو هنا الفراشه، كي كتعرفوا كاين اللي كتكون مسدوده من الكتف كتجي بدون خياطه، وكاينه اللي كتكون فيها خياطه بالكتف على حسب الرغبه وانتم شنو بغيتو. اذا كنتو غادي ديروها مسدوده من الكتف، فانتم غادي تحطوا القياس ديال الكتف هو هذا، وما غاديش تنزلوا ب 3 سنتيم، وغتزيدوا الطول ديالكم هو هذا. كنتو غادي تنزلوا من الكتف، فانتم غادي تحطوا القياس ديال الكتف، تحددوا 8 سنتيم العنق وتنزلوا من الكتف 3 سنتيم، وترسموا الخط ديال الكتف، ومن هذا الخط ديال الكتف غتحطوا الطول ديال الكم. بحال هكا صافي. غادي نجيو من كنحددوا الطول ديال الفراشه هو هذا، وكنجيو من هنايا من الجانب، من هنا من الاسفل. هنا ملي غنتنيو الثوب على أربعة بحال هكا، غيكون عندنا العرض ديال الثوب هنا متر ونص، فنتنيو على أربعة تبقى لينا 75. هاد 75 غندخلو بعشرين سنتيم، هنا هذا هو الثوب، العرض ديال الثوب غادي ندخلو بعشرون سنتيم. عشرون سنتيم هي هادي، هادي قاعدة عشرون سنتيم، وغادي نطلعو بعشرون سنتيم هنايا. صافي غادي نرسمو هنا الخط، هنا هذه الحاشيه اللي غتشيطينا في الثوب. هنا كنحددوا الطول ديال عفوا الدوره ديالكم، العرض ديال الكم، يعني شحال غادي تيلا كنتو بغيتو تخيطوها من هنايا، اما هي كتبقى مفتوحه. صافي هنايا فاش كنطلعوا ب 20 سنتيم وكندخلوا ب 20 سنتيم، كنرسموا هاد التقريره هذه، هاد الدوره هذه على شكل دائريه، باش كتجي الفراشه يعني من التحت ما كيجيوش هاد الجناب طايحين. كنطلعوا ب 20 وكندخلوا ب 20 صافي، وكنرسمو كتبقى لينا في الجلايل 55، يعني كتجينا هي هذيك. كاين الفراشه الموديل، هذه الفراشه العاديه، كاين اللي كيطلعوا باكثر وكتجي بحال هكا، يعني كتجي على شكل يعني بحال الشكل ديال المروحه. من بعد غادي نوصلوا ليها. هنا كي قلت لكم جهه مسدوده، هنا في العنق كننزلوا باثنان سنتيم عنق ديال الخلف، وهنا العنق على حسب الموديل وعلى حسب الطوق اللي غادي تلصقوا. من بعد هذا الشيء نشوفوه في الدرس اللي جاي، كنزلوا ب 8 سنتيم، نزلوا غير ب 8 سنتيم حتى تشوفوا الموديل اللي غادي ديروا، واش غادي ديروا الطوق مفتوح اولا غادي تركبوا عليه فقط الدونتيل. هنا من بعد كنجيو من هذه النقطه ديال الكتف وكننزلوا بالطول ديال التركيز، الطول ديال التركيز وغتزيدوا له 2 سنتيم، لان كي كتعرفوا الفراشه كتجي واسعه، حنا الفراشه كتكون فيها واحد الخياطه هنا في الجانب. من هذا الطول ديال التركيز غادي نحطوا القياس ديال الصدر، العرض الصدر، وتزيدوا عليه واحد 2 سنتيم توسيع باش كتجي شويه الفراشه واسعه. وغادي نحطوا الطول ديال الحزام، هنا غادي نرسم الخط ديال الصدر وهذا، وهنا العرض ديال الحزام زائد 2 سنتيم كذلك. وكننزلوا لهنايا لهاد 20 سنتيم في نفس الخط، كنجيو لهنايا
كنديروا نفس القياس اللي عندنا في الجلايل، ها هو كيشتو مقابل هاد 20 سنتيم، كنديروا نفس القياس اللي بقى لينا في هاد الجلايل هنا اللي هي 55، كنخليوها هنايا وكنطراسيو هاد القياس اللي طراسينا هنايا هو اللي غادي نخيطوه. غادي ندير لكم بلون مغاير باش تعرفوه الحصه الجايه ان شاء الله، غادي تشوفوا الطريقه كيفاش كنخيطوا الفراشه. هذه كتكون خياطه. هنا كي كتشوفوا انا كتبت هاد النقط هادو، هنا كي قلت لكم كنحطوا قياس الكتيف ها هو، وكندخلوا ب 8 سنتيم د العنق. هنا طولكم على حسب واش غادي ديروا نتوما الكتيف فيه الخياطه اولا لا. اذا كان فيه الكتيف الخياطه غتنزلوا ب 3 سنتيم، ما كانش فيه كتخليو الثوب كما هو، يعني كتهبطوا من هنايا. هنا درنا فتحه لكم حسب الرغبه، هاد فتحه لكم كاين ملي كنخيطوا يعني الدرس الجاي غتشوفوا كنديروا واحد كنديروا العرض ديال الفتحه لكم، وكندير واحد الغرزه هنايا باش ما كيبقاش يعني هاد الجهه مفتوحه على حسب يعني الرغبه ديال كل وحده. هنا غادي نحط الطول ديال التركيز زائد 2 سنتيم، ونحطو قياس الصدر وقياس الحزام، وكنهبطو من هنا حتى لهاد 20 سنتيم هادي، وكنجيو مقابل هاد النقطة هادي، وكنرسمو المكان ديال الخياطة. يعني هادي غادي نخيطوها، غادي تشوفوها كي قلت لكم في الدرس الجاي. هنا في الجلايل كنطلعو ب 2 سنتيم 20 سنتيم، وكندخلو ب 20 سنتيم، تقدو تطلعو ب 20 سنتيم وتدخلو بكثر، يعني اذا ما بغيتوش العرض الجلايل يكون ما بين 55 50، ممكن الا بغيتوها تكون غير 45، فانتوما كتدخلو ب 25 وكتطلعو ب 25. هنا 20 راني خطات صافي. هنا كندخلو ب 2 سنتيم، كنزلو ب 2 سنتيم العنق ديال الخلف، و 8 سنتيم العنق ديال الظهر، وهاد الجهه كتكون مسدوده. وهنا الثوب متني على 4. اذا دابا غادي نقري لكم الدرس هنايا كيف ما شرحت لكم. هنا كميه الثوب اللي كنحتاجو للفراشه، كميه الثوب حسب طولك، يعني طول في 2 يساوي كميه الثوب. مثلا انت عندك متر و20 في الطول، غضربيها في 2 كتساوي مترين و40، الخارج كتاخديه ثوب، يعني خرجت لك مترين و40 غتشريها ثوب، يعني غتمشي تشري مترين و40. هنا طريقه التفصيل، نطوي الثوب على 4 على 2 ثم على 4 بهذه الطريقه اللي وريتكم. هيا نعاود نشرحها لكم، ومازال غنشرح لكم في الفيديو الجاي. نتنيوها على 2 بهذا الشكل هذا، كنتنيوها على 2 وكنعاودو نتنيوها على 4. نضع قياس الكتيف ونحدد 8 سنتيم من العنق، ننزل ب 3 سنتيم من الكتيف، ثم نضع طول الكم اللي هو هذا طول الكم، نحدد طول الفراشه، ننزل لعرض الفراشه هنايا كنحدد الطول، وكنزلو العرض ديال الثوب ديال الفراشه، ونصعد ب 20 سنتيم، وندخل ب 20 سنتيم، ونرسم خط مائل. هنا هو هذا الخط المائل. نحدد قياس الصدر والحزام، هو هذا كنحدد قياس الصدر وقياس الحزام، هادو بالنسبه للخياطه. يعني كي شفتوا الباترون ديال الفراشه فهو جد بسيط وسهل، يعني هذا الفراشه العاديه كي قلت لكم ممكن ديروا داك الفراشه اللي بكم المروحه، يعني كتجيو من هنايا كتجي شكل على شكل مروحه، كتطلعوا من هنا تقدوا تطلعوا يعني حتى كي قلت لكم 30 سنتيم من هنا و 30 سنتيم من هنا، وكتجي بحال هكا. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش انكم تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته. كنبغيكم بزاف بزاف في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.